السيد أحمد معبد والي ولاية البليدة يتفضل مشكورا من أجل فعاليات هذا اليوم التخصيصي الذي قامت به هذه الجمعية وهي مشكورة على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن المشاركون في اليوم التوعوي التخصيصي حول محاربة الجريمة في الأحياء تحت شعار كلنا معنيون من أجل مجتمع آمن. والمنعقد يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 نرفع التوصيات التالية: إن التصدي لظاهرة الإجرام عموماً وعصابات الأحياء خصوصاً لا يقع على عاتق الدولة ومصالحها الأمنية فقط، بل يتعداه أيضاً إلى فعاليات المجتمع المدني بكل أطيافه التي يتوجب عليها المساهمة فيه. ثانياً، تفعيل دور اللجان الولائية للوقاية من عصابات الأحياء بإشراك الفاعلين والممثلين المجتمع المدني هو ممثلي الجمعيات الأحياء، خاصة الأحياء الأكثر تأثراً بهذه الظاهرة. ندعو السلطات المحلية لإشراك الجمعيات ولجان الأحياء والمساجد في وضع الاستراتيجيات المحلية للكشف المبكر لتنظيم عصابات الأحياء والوقاية من الجريمة ومحاربتها. ندعو السلطات المحلية كذلك لدعم مشاريع الجمعيات الهادفة للوقاية من الجريمة ومكافحتها في أوساط المجمعات السكنية وتمكينهم من استغلال الفضاءات الجوارية لاستقطاب الشباب وتنظيم مختلف النشاطات التحسيسية والتربوية. تعزيز ودعم الجمعيات للمساهمة في إعادة الإدماج الاجتماعي للمفرج عنهم واحتوائهم في إطار أو ضمن منظمات المجتمع المدني ونشاطاته. فتح المجال لفعاليات المجتمع المدني لاستعمال مختلف الفضاءات ووسائل الإعلام والاتصال بما في ذلك الإذاعات المحلية للتحسيس بمخاطر عصابات الأحياء وآثارها، بما في ذلك استعمال أيضا وسائل التكنولوجيا الحديثة وقواعد التواصل الاجتماعي، احتواء الشباب وهيكلته ورعايته بإشراكه في الأعمال الخيرية والنشاطات الجمعوية التطوعية تفادياً لوقوعه في الاستغلال من طرف المنظمات الإجرامية وعصابات الأحياء. ضرورة نشر قيم الحوار في الوسط عصابات الأحياء على مستوى الجامعة، لأنه بالفرق حتى على مستوى الممارسة القضائية كي نقولوا عصابة أحياء وجمعية الأشرار كاين فرق. أنه عصابة الأحياء أهم ميزة لها أنها مهيكلة، يعني عندنا زعيم العصابة وعندنا هيكلة، وهذا هو الفرق الوحيد اللي خلينا نفرقوا حتى من ناحية العقوبات. رئيس العصابة في جارة من الأحياء في القانون 20/3 عنده عقوبة خاصة، عقوبة يعني تقدروا نقولوا أكبر رضا راح يكون بالنسبة لي. الآن بالنسبة للوسط الجمعي مشكل عميق لعدة أسباب. إذا كان هذوما الممارسي العنف يرتكبوا جرائم في الوسط الجامعي من خارج الجامعة، فهذا راجع مسألة أمنية تاع السير الأمني للجامعة الأعوان إلى غير ذلك. لكن الآن رانا نشوف بأن الأساتذة يتعرضوا للاعتداء من طرف الطلبة. يعني في بعض الأحيان نحن نحميو الطلبة من اعتداءات خارجية، الآن رانا في مشكل آخر أنه الأساتذة يتعرضوا لاعتداءات من طرف الطلبة، وهذه الاعتداءات تكثر يعني راهي كثيرة جدا، خاصة في مرحلة الامتحانات. حتى أصبح الأستاذ يخاف على نفسه كي يشوف واحد يغش، لأنه لو يتكلم سوف يتعرض للانتقام خارج أسوار الجامعة. وبالتالي الوسيلة الوحيدة اللي عندنا احنا نحن بيداغوجيين، ما عندناش مؤسسة أمنية ولا لازم يكون عندنا معمليش أنا كوميسارية ولا يكون عندنا بوست، لا احنا بيداغوجيين. المفروض هذه الممارسات لا تكون، هذه الإفلاتات الأمنية لا تكون في الوسط الجامعي، لأن الوسيلة الوحيدة التي نملكها في الجامعة هي مجلس تأديب. عندنا مجلس تأديب درجة أولى ومجلس تأديب درجة ثانية،
المفارقة الغريبة أنه عندما تتم الإدانة على مستوى مجلس التأديب بدرجة الأولى يتم العفو على مستوى الدرجة الثانية. نعود نفتحه في نفس المجلس. شكرا. ملعب أو ملعب جواري أو ملعب كبير أو دار ثقافة أو دار مركز ثقافي أو بيت شعر، فقط قسم وقتك والبكرة يعود. شكرا. الله فيك السلام. معكم في هذا الشرح العلمي الفضائي. عندي رجاء خصوصا ان ممثلي الشعب راهم موجودين هنا. رجاء موجه لمن؟ ممثلي الشعب. الاعضاء والمتابعين. واعضاء حتى اعضاء مجلس الشعب الولائي. كل المنتخبين. كل المنتخب. كل المنتخبين. نعم. احنا ما احوجنا الى المجتمع المدني. نعم. احنا من خلالكم نطلب منكم ان توجهوا رساله الى زملائكم المنتخبين عبر الوطن. باش يبعثوا لنا الجمعيات، احنا ما احوجنا الجمعيات، وابواب دار السجون مفتوحه للجمعيات. ماذا بنا يقدموا المصالح الخارجيه في المكان اللي كاين المصالح الخارجيه يقدموا، يجيبوا لنا مركز الاعتماد، وحنا نبعثوا الساده النواب العامون هما مشكورين ونعتمدوهم باش يخدموا معنا. ابواب دار السجون راني نكرر ونعاود نقولها مفتوحه امام الجمعيات. شكرا جزيلا. الدولة كانت دائما تؤمن انه يجب توجد وتوفر منشآت للشباب. يعني كنت نتكلم على ولاية البريدة، الحمد لله كاين اكتيوالمون 52 منشأة شبانية، كاين 16 منشأة اللي تابعة مديرية الشباب والرياضة، زيد الملاعب، زيد تي اس بي، زيد يعني كما اشار اليه الاخ الياس طولور. السيد الوالي اليوم بشرنا بانه راح يكون قرار بالنسونس وين منشآت تابعة لقطاع التربية سوف يستفاد منها الشباب عن طريق دي ليغ، عن طريق دي كونفونسيون. المهم نحن نحتاج من الشباب الإقبال إلى هذه المنشآت، يجب الإقبال إلى هذه المنشآت للاستفادة منها. يعني أنت أراك على مستوى بلدية الصمعة، من ضمن نشكر الأخت تفاحي اللي راهي هي والأخ حكيم راهم على مستوى مركز ثقافي الصمعة. انظر باللي المرفق الموجود حاليا على بلدية الصمعة راه مفتوح الى غايه 10 ليلا دي فوا اون دو سوا. يعني نطلب من الشباب التقدم الى هذه المراكز. شكرا. مش مدونه فقط وتبقى في حبر على ورق، تبقى مدونه في اوراق او مسجله عبر اجهزه الاعلام الالي، وتبقى يعني على شكل اوراق تبقى في الرفوف كما نقولوا. لا بد من يعني تجسيدها على ارض الواقع لما نقولوش القضاء ولو التقليل من الجريمه. وليده ممثلا عن المصلحه الخارجيه لاعاده الاندماج لبليده، وكذا جمعية أميرة الناشطة مع إدارة السجون، هي جمعية ناشطة من بين 247 جمعية وطنية ومحلية تنشط في مجال إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، إضافة طبعا إلى شركاء مؤسسين منظمة الكشافة الإسلامية ومنظمة الهلال الأحمر وجمعية إقرأ. كل هؤلاء الجمعيات ممثلة للمجتمع المدني هو شريك فعال وأساسي في تطبيق وتنفيذ سياسة إعادة الإدماج. هذا اليوم الدراسي المنظم اليوم في ولاية البليدة، والذي موضوعه يتطرق إلى محاربة الجريمة قبل ربما وقوعها، تحسيس الشباب، تحسيس كل المسؤولين، مسؤولين محليين، أسر يعني أباء، معلمين، كبار، كل أطياف المجتمع الجزائري ينبغي أن يندمج في هذه الموضوع التحسيسي من أجل تحسيس شبابنا قبل وقوعهم في الجريمة. الموضوع اليوم هو جريمة الأحياء، وهي جريمة ربما الدولة تقوم موجود قوانين تحارب هذه الجريمة، بالإضافة كذلك إلى مصالح الأمن والقضاء، ولكن يبقى أن المجتمع المدني ينبغي هو كذلك أن يكون له دورا في محاربة هذه الجريمة قبل وقوعها وقبل وصول
ربما شبابنا إلى المؤسسات العقابية، وهذا ما لا نتمنى طبعا. نحن نتمنى أن كل أطياف المجتمع تساهم في التحسيس في مجالات عديدة. اليوم الجريمة، يعني نهضر على عصابة الأحياء، نهضر على ظاهرة المخدرات، انتشار المخدرات في وسط ربما التربوي، في وسط الاجتماعي، كل هذه الآفات الاجتماعية ينبغي محاربتها حتى ننقص من عدواها وانتشارها ولا تصل إلى مرافق العدالة وكذلك إلى السجن. مديرية العمل لإدارة السجون طبعاً تعمل مع هؤلاء الجمعيات كبرامج استباقية قبل أن نصل إلى السجن، لأن بعد إيصاله إلى السجن يكون هناك مجال آخر يتمثل في التكوين، في التعليم، في كذلك دراسة الشخصية وتطبيق سياسة الدولة لتمثل في سياسة إعادة الإدماج، من أجل معالجة هذه الآفات وإعطاء فرصة أخرى لهؤلاء الشباب من الاندماج في المجتمع. سيد مدير العام، نتكلم على